حنروح هيك لنحكي بحالة يمكن هي حالة مرق فيها كتير مننا بحياته من خلال تجاربنا ومن خلال مراحلنا العمرية. اليوم ما حدا مستثنى من تجارب فشل بحياته خلينا أو صحيح. تجارب انفصال بحياته. هاي الحالة سببت له بمرحلة ما حزن كتير كبير. الإنسان بهي المرحلة بيكون خلينا نقول بأقصى درجات الضعف، الإحباط، الفقد. يمكن هذا الإنسان وغيره من الأشخاص يشعروا أنه هن اليوم حياتهم وقفت عند شخص معين، ولكن بالضفة الأخرى أكيد اليوم في أشخاص قدروا يتجاوزوا هي المرحلة. شو رأيك بهذا الموضوع؟ صحيح يا رشا، يعني يمكن مع بداية كل علاقة إن كانت بين طرفين، بين شريكين، بين زوجين، بتلاقيها منشوفها مثالية، منشوف فيها حب، فيها عواطف، فيها اهتمام متبادل، لكن يمكن مع مرور الوقت ربما لأسباب منطقية أو غير منطقية أو ظلم لأحد الطرفين بيصير الانفصال. وهون مثل ما ذكرتي أشخاص بيفوتوا بدوامة من الحزن. صحيح. وأشخاص بيتعافوا من القصة بسرعة، وبيبقى الوقت هو الرهان الأول لحتى اليوم نحن نقطع من هاي المرحلة ونكمل حياتنا. في ناس بتمرق بتمرق بس ما بتكون كتير سوية نفسيا، وفي ناس حسب شخصية الإنسان كمان اليوم قادرة تمرق وهي أقوى من التجربة اللي مرقت فيها. اليوم رح نحكي عن هاي الحالة، ويمكن بتهم ناس كتير اليوم عم يشوفونا على شاشتنا لليوم. وضيفتنا لليوم هي الدكتورة فاتية النباكير، دكتورة مهارات حياتية. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم، شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يعني بالبداية هيك حكينا بشكل بسيط عن الموضوع، خلينا نحكي اليوم بعد نهاية أي علاقة مهما كانت طبيعتها شو بيصير؟ شو المراحل؟ نسمع عن في شيء حزن الانفصال، شو نقصد فيه؟ صحيح. هلأ الحزن بشكل عام هو حالة شعورية صعبة بكل أبعاده وبكل أنواعه، ولكن حزن الانفصال بشكل خاص هو عبارة عن كسر، انكسار بشكل عام، لأنه بتحسي أنه بقدر ما بتكوني أنت معلقة آمال ومعلقة أشياء حلوة على هيدي العلاقة، بقدر ما أنت تحبطي في مكان ما. لذلك لما بتفوتي بمرحلة الانفصال وخلص الموضوع صار مؤكد، هي حالة شعورية صعبة. أنا بقول أنه هي عن جد شيء كارثي على صعيد العلاقات الشخصية، ويجب أن يكون الشخص كتير حذر بالتعامل معه. مو أنه نروح لعند أي شخص يقولنا يلا أوكي يعني بتمرق وكذا، لا، هي لازم تكون تمر بمراحل معينة وتكون مدروسة ومنظمة بشكل جيد. دكتورة اليوم الحالة عم نحكي عليها هي حالة طبيعية، اليوم نحن نحزن لفقد أي حدا بحياتنا بالانفصال. صحيح. يعني ولكن مثل ما ذكرتي حضرتك اليوم في مراحل نحن لنقدر نقطع من هي المرحلة، ونحن مثل ما كنا يعني ما نروح لمرحلة ونحن حاملين كبت كتير من العلاقة السابقة. اليوم شو أهم المراحل المفروض نحن نعتمد عليها؟ رح أقول لك شغلة، لا نحن رح نتجاوز هيدي المراحل لنكون أفضل. أنا في مكان ما اليوم مراحل الحزن اللي بتمري فيها بعد علاقة أو لما بتفوتي بمرحلة الانفصال هي مراحل أنا بسميها المراحل الحزن السبعة، اللي هي لازم تمري فيها كلياتها لحتى تقدري تطلعي من هيدي التجربة بأقل خسائر ممكنة. مو بس لتكوني أنت مثل ما كنتي قبل العلاقة، لا، رح تكوني أفضل بعد العلاقة إذا التزمنا بهيدي المراحل السبعة، لأن في ناس قطعت للأسوأ. تمام. صحيح. فلذلك اليوم أول مرحلة بمراحل الحزن اللي بدك تفوتي فيها بعد علاقة الانفصال هي مرحلة الصدمة. أول ما بتكوني بحالة الانفصال، أول ما بيجيكي خبر الانفصال أو خلاص أنت قررتي الانفصال، فهون بتفوتي بمرحلة الصدمة أنه أنا وين، ما بتعرفي تتعاملي مع هيدي، ما بتتقبل الموضوع تماما بداية. بعدين هيدا الشيء اللي عم تحكي عنه حضرتك هو مرحلة الإنكار. هي رافضة أو هو رافض أنه أنا وين، أنا شو عم بيصير معي. فهون مرحلة الرفض بتجي بعد مرحلة الصدمة. بعدين بيجينا مرحلة اسمها العزلة، هو لما بيقعد مع حاله انه خلاص صار امر واقع، انا صرت بمرحله الانفصال، خلاص انا عم بتعامل مع حاله جديده كيف بدي اتعامل معها. بعدين بيوصل لمرحله مرحله الغضب، هون بيصير بقى يلقي كل اللوم على الطرف الاخر او على اهله او على ناسه او على اولاده في مكان ما بده يغضب. بعد ما بينتهي من مرحله الغضب بيفوت بمرحله اسمها الاكتئاب.
هون اكيد كلياتنا بدنا نمر فيها لحتى نقدر نطلع الحزن اللي جواتنا. شو بنعمل بهيدي المرحله؟ هل نستسلم؟ لا، لانه اذا استسلمنا بهيدي المرحله رح نفوت بمراحل كتير صعبه، مثل ما قلتي حضرتك مرحله سيئه جدا، رح نكون الشخص اللي ما بدنا يعني نكون عليه. لذلك انا بدي اطمح لمرحله افضل. بعدين بيجي مرحله اسمها التقلب العاطفي، هون انا مسامحه الشخص، لا ماني مسامحته، انا القي اللوم عليه، لا انا ما القي اللوم عليه، انا القي اللوم على نفسي، ليش سامحته؟ ليش اعطيته فرص؟ ليش 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 ليش؟ هي التساؤلات كلها بتوصلنا لمرحله اللي هي الاجمل بمرحله الحزن، وهي التقبل. لما بتوصلي لمرحله التقبل فهون انت خلاص قطعتي يعني مراحل كتير منيحه بالعلاج. هون بتكوني بلشتي تطلبي المساعدة، بلشتي تطلبي النصائح، بلشتي تفهمي ذاتك، بلشتي تفهمي انه هيدي العلاقة لوين اخذتني، انا مو هيك بدي، هيدي العلاقة كانت عم تاخدني على مكان كتير سيء، انا ما بيناسبني كشخص. لذلك مرحلة التقبل هي اول مرحلة بمراحل العلاج من حالات الانفصال. تمام، بما انه ذكرنا عن مرحلة التقبل خلينا نحكي عن مرحلة التعافي. اليوم كثير من الاشخاص بعد ما يمروا بعلاقة فاشلة وينفصلوا بيحكموا عقلهم، بيقولوا لك انه خلص انا ماكسيموم 3 ايام بزعل فيهم وخلص. 3 ايام؟ تمام. اكيد لا، غير كافية ابدا. بينما اشخاص ثانيين بيقولوا لك لا انا سنين ضليت وانا فكر، صح، انا عم عاني، انا ما عم بتعافى. طيب قد ايه غلط اليوم انا اخذ الطويل بالتعافي؟ صحيح. هلا الانسان الطبيعي او الطالع من علاقه انفصال ممكن تتراوح بين 6 شهور الى سنه ونص بحسب طبيعه الشخص او انماط الشخصيه اللي نحن عم نتعامل معه. لذلك اليوم انا اذا بدي اطلع من مرحله الانفصال في شغلات لازم انا اقوم فيها مشان انا اقدر اطلع من هيدي المرحله. أكيد. مثلا انا اذا انا طلعت من تجربه انفصال، كيف بدي اتعافى وانا نازله لاحقته على الفيسبوك وعلى الانستا وشو نزل اليوم؟ قال انا كرامتي ما بتسمح لي اني فوت، انا عامله له بلوك، عامله حمله تماما. فقالوا يا رفيقتي شو نزل اليوم؟ شو نزلت اليوم؟ قالت كذا، سارحل، ستندمون، ساذهب مدري شو. فهيدي المراقبه بعد الانفصال كثير بشعه. ليش؟ لانه انت اوريدي عم بتحاولي تسكري هيدا الجرح، كل ما سكرتي بتروحي بتعملي لا خلينا نفتحه ونشوف شو صاير فيه. طب الجرح عم يتسكر وعم انت عم تتعافي وطلعتي بشوط كثير منيح. عم بحكي عن النساء انا لانه كل السيشنات عندي النساء. والرجل طبعا كثير بصير عنده مراحل سيئه بعد الانفصال، بالنهايه هو انسان وعنده مشاعر، ولكن النساء نحن بنعبر عن مشاعرنا بشكل اكثر من الرجل. الرجل بجوز صعب عليه انه يطالع لك مشاعره. ولكن برجع بحكي اليوم المراقبه ابدا ممنوع تراقبي، ممنوع يراقبك، ممنوع تقول مثلا الاماكن اللي ممكن تجتمعوا فيها ممنوع انتم تروحوا عليها بهيدي مرحله التعافي ابدا. بلوكات على الفيسبوك، بلوكات على كل مواقع التواصل الاجتماعي، صور. بلوكات للناس اللي بتعرفوها. اذا حاولوا الناس مثلا بطريقه ما، اذا كنتوا اخذين القرار بشكل نهائي طبعا، يعني هيدي كلياتها عم نحكي اخذين القرار وخلاص خالصين. في مكان ما اليوم لازم انت تتاكدي من شغله. اذا كنتي انت طالعه من او انت كنت طالع من علاقه هي علاقه سامه او علاقه توكسيك بعلاقات الانفصال، انت بتكون ريحت حالك من 60% من مرحله العلاج. ليش؟ لانه انت بتكون عم بتحاول ضمن العلاقه انك تصلح، عم بتحاول ضمن العلاقه بس كل حاله الضحيه. صحيح صحيح. لا، اول شيء لازم ما تنظري لنفسك او ينظر لنفسه على انه ضحيه. انتم بالغين راشدين، نحن طلعنا من علاقه، هاي العلاقه لا تناسب لا انا ولا انت. ولكن مين الطرف اللي بحس حاله خسران اكثر؟ هو الطرف الغلطان. عرفتي كيف؟ اذا اعترف. لا اكيد. هلا هو الوقفه مع الذات، هو راح يعترف وراح يحاول قدر الامكان انه يصلح او يحاول انه يرجع هيدي العلاقه، ولكن انت في مكان ما خلص عامله اخذ القرار ومستحيل بقى ترجعي عن هيدا القرار. نحن عم نحكي هلا مرحله تعافي. اذا انت بدك تطلعي من هيدي العلاقه حتى اللغه معك ومع نفسك
انا ليش هيك صار فيني، انا بستاهل احسن من هيك، انا كنت باخذ احسن منه، انا كنت مدري شو، انا بستاهل الافضل، انا شخصيتي احسن منه. لا 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 ابدا. بلوك حتى للافكار، بلوك حتى للافكار. ولغتك مع نفسك بدك تغيريها كلياتها. ليش؟ لانه اليوم بحسب انت كيف تنظري لنفسك بعد الانفصال. هون في انت انكسار عم تتعاملي معه. اول شيء في مستوى تدني من الثقه بالنفس، يعني اليوم بدك تعالجي نفسك حتى من هيدي الاشياء. انا بدي ارفع ثقتي بنفسي، انا بدي احاول قدر الامكان لا انظر لنفسي على اني ضحيه مثل ما قلتي حضرتك. يعني انا ليش انا ضحيه؟ لا، لغتي مع نفسي كلها بدها تتغير. انا حدا قوي، انا الله بيحبني، لو ما الله بيحبني ما حطني بهيدي التجربه. صحيح. لحتى يطالع الاجمل مني. اليوم كلياتنا عم نحاول نعمل نسخ جديده عن حالنا، نسخ متطوره. الطلاق او الانفصال بشكل عام بخليك تطلعي هيدي النسخه الحلوه من نفسك. اذا كنتي انت الشخص اللي هو اخذ القرار مثل ما قلنا، ومحاول كثير ومحاول كثير يصلح ويساوي وكذا، ولكن وصلتي لمرحله ما انه الانفصال هو افضل حل، لذلك في مكان ما كمان تغيري او تعملي اعاده تقييم للشريك. كثير مهمه تفعلي النقاط السلبيه اللي عنده، يعني تتذكري ابشع شيء بصفاته. كثير حلو، كتير حلو، هيدي كتير فعال. يعني انت اليوم تتذكري هو سيء، هو بخيل، هو نسوانجي، هو كان في مكان ما عم يزعجني. كتير مهم انك تفعلي النقاط السلبيه او تتذكريها. هدول شو بيعملوا؟ بخلوها كل ما بدها تضعف ترجع. برافو عليكي. كل ما اجت حنت او حست حالها انه بدها ترجع في مكان ما، تكون انه تحن في مكان ما، لا، هون بتفعلي هيدي اعاده التقييم للشخص، انه انا بتذكر وبركز على النقاط السلبية اللي عنده إياها مشان أنا أعزز شعور الفراق يعني بشكل جيد. دكتورة فاتح، رامي ما عجبه موعد حلقتنا لليوم، هو مع العنصر الذكوري بهيك قصص. لا، هو معي رامي أكيد. في ناس بيمرقوا بعلاقات وبيطلعوا منها، فأول تصرف بيروحوا حسب شخصية الإنسان. صح. بيروحوا للفعل وردة الفعل، بيروحوا تماماً. يدخلوا بعلاقة جديدة. صح. لحتى ينسوا الشيء اللي مضوا فيه. صح. فبيكونوا هون هنن ضحيه، والشخص اللي الجديد بحياتهم ضحيه يعني. صحيح. وبتنتهي مثل ما انتهت الاولى بنتائج كارثيه على الطرف الاخر. اليوم خلينا اليوم نحكي كمهارات حياه. اليوم مفروض الانسان كيف يتصرف بهذا الموقف؟ انتبهي من شوي شو قلت لك. قلت لك حتتفاجئيني. تماما، رح فاجئك بشيء، انه لو انه الشخص بيلتزم بمراحل الحزن السبعه ما بيفوت بعلاقه هشه. انا بعتبرها هيدي انت مانك جاهزه ولا انك ناضج انت كرجل. خلينا ما نحكي عن النساء مشان الاستاذ رامي ما يزعل. يعني الانكسار هو الانفصال هو للرجل والمراه. حتى الرجل بيروح بيعزي حاله، طلع اليوم من علاقه بيروح فورا على علاقه جديده. ليش؟ لحتى يعزز رجولته او هي تعزز انوثتها. اليوم كثير خطا هيدا الشيء، لانه انت بتكوني هشه، بتكوني ضعيفه، بتكوني انت ضحيه لاي شخص بيجي بيقول لك انا الامان، انا السند، انا اللي بدي طالعك من هيدي الحاله اللي انت فيها. اليوم اذا انت شخص يفقه او مستعد لعمليه الانفصال وبدك كثير دراسه في مكان ما لحتى تقدري تاخذي القرار بالانفصال، اليوم انا لازم افهم اني انا بدي اطلع من هيدي الرحله متعافي ومر بمراحلها كلها لحتى اوصل لمرحله النضج العاطفي. اليوم انا اي شخص اذا انا طالع من مرحله انفصال خلال شهر انا عم ببكي، انا زعلانه، اليوم عم حط غنيه هاني شاكر سبتيني مدري شو، حماده هلال مدري شو في مكان دايما ما دموع. اوكي، يعني دائما دموع. اليوم انت هشه، اليوم انت عم تبكي، اي شخص بده يمر يطبطب لك هيك انت خلص رحتي، عرفتي كيف؟ تماما. فلذلك انت بدك تعملي حائط بينك وبين اي شخص جديد، او كرجل انت بتعمل حائط بينك وبين اي امراه جديده، لانه انت رح تكون هيدي المراه هي ضحيتك، وانت وانت كمان ضحيه لها، لانه انت ما انك مستعد لعلاقه ناضجه. لذلك خذوا وقتكم اللي كثير كبير في مكان ما، 9 شهور سنه لحتى تقدروا تطلعوا من مرحله الانفصال. يمكن كمان في فكره ثانيه بتلاحظي اليوم نحن بمجتمع شرقي، بتلاقي لما الصبية تطلع من أي علاقة ويصير في طرف جديد، هون بصير يسألها على الطرف القديم. عفواً، فهذا الشيء صح إنه نحن نخبر الطرف الجديد عن هذا الموضوع أم لا؟ ما بصير كرمال ما يصير مشاكل لبعدين. لا، أقول لك شغلة، هلأ نحن
برأيي أنا أكيد لازم تحكي في يعني بطريقة مختصرة ما تسهبي، لأنه بالنهاية هيدا الشخص الجديد حقه ياخد مساحته وحريته بالعلاقة الجديدة. لهيك أنت مثلا أكيد بده يسألك، أكيد بده يحاول، فأنت بذكاء بتحاولي تعملي يعني تعملي كفر لنفسك، لحياتك، لخصوصيتك، لحتى تقدري تتعافي وتطلعي من هاي العلاقة بأقل خسائر ممكنة، وتقدري تفوتي بعلاقة جديدة. لأنه مو صح نقول أنا ما بقى رح بدي أتزوج، أنا ما بقى رح بدي أحب، لا، أنت بس تطلعي من مراحل التعافي ورحلة التعافي والتشافي أنت بتكوني جاهزة لخوض تجربة حياة جديدة. أكيد. دكتورة بدنا نشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، وهيك تعليق بسيط على آخر سؤال سألته هذه، دائما الرجل الشرقي لا يتقبل كمان. حتى لو أنت حكيتي كنت اليوم حابة تكوني مراية هيك قدامه وكتاب مفتوح، على أي مشكلة أو أي حالة رح يرجع يذكرك بهذا الماضي. نشكر حضورك لليوم، نتمنى هيك اليوم علاقاتنا تكون سليمة لنقدر اليوم نحن نكون أصحاء نفسيا. شكرا لك دكتورة فاتن باكر لحضورك لليوم، نتمنى هيك نشوفك بلقاءات أخرى. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لك دكتورة نورتي. شكرا، يعطيكم العافية.